لمحسن عبد المؤمن يفتح اللعب تماما للجهة اليمنى. أين يتواجد عادل المسكيني؟ يتقدم عادل لمن يبحث عن السعيدي بالفعل، يتقدم سعيدي، السلام تمنى بالكاب والثالث، غير معقول، هدف ثالث يضيع بطريقة غريبة من الفاتح، لكن لقطة جميلة جدا، السلام تمرير بالكاب من السعيدي والمسكيني مرر الفاتحي، كان حاضر على مستوى القائمة الثاني. الجيش الملكي يعود بقوة، الجيش الملكي أكد اليوم بأنه سينافس على لقب الدوري المغربي الممتاز في نسخة الاحترافية الثانية. نعم الجيش في تحسن، الجيش في أفضل الأحوال، صحيح هي الجولة الأولى المباراة الرسمية الأولى، ولكن من خلال أداء اللي قدموا اليوم فعلا فريق بانتدابات مهمة جدا وطموحات كبيرة. الثالث في الطريق العقل، ضاع على أدراك العقل، ضاع على أدراك العقل، ضاع على أدراك العقل، نقلة سريعة من وسط الميدان على المسكيني على المقاس، وهدية للاعب صلاح الدين العقل، حصر الكرة ثم الصد. ايضا قيمه رجاء بن ملال والكوكب المراكشي. هذه الكره في الجهه اليمنى، عادل المسكيني، المسكيني لاعب البديل، يراوغ المسكيني والكره الى اين؟ الى ضربه مرمى. الكره الى ضربه مرمى، هنا مطالبه بضربه جزاء من عادل المسكيني الفتحي السابق. نفس الامر بالنسبه لي هشام الفاتحي.